نفع الله به تشهد لمكاشفة ذلك الوالي الذي في بلاد المغرب للسيد أبي الطيب وهي أني رأيت كأني وسيدي الكتب الشيخ أبو بكر بن عبد الله علي صاحب عدن نفع الله به في جمع وأراه متقشفا جدا وثيابه خلقا بالية إنما عليه ملحفا متمزقه من كل جانب وكأنه في شبه السيد شه بن إبراهيم السكاف من أهل قسام فتعجبت واستنكرت من حالته هذه وقلت في نفسي لو خلوت به لفاتشته في ذلك حيث إن كنا نسمع عنه خلاف هذا فما لبثت وأن أشتهي الخلوة به أن جاء دائن أولئك الجماعة وقال فلان يدعوكم فمضوا إليه فخلوت بالشيخ فأقبلت عليه فقلت له يا شيخ أبا بكر ما هكذا نسمع عنك ما هكذا ما نسمع عنك Aina saulatuk, aina karamatuk nas nasmau angka Wa inna kakunta tulbisu Gilmanaka wa khuddamaka thiyabal al-fakhira an-nafisah Fama baluka hakada mutakashifan Fahakada suratu ma waqa'a fi ru'ya Faqala radiyallahu anhu An-nas al-yawm ghairu nas Wa zaman ghairu zaman Kana dhalika fi waktina wal waktu lana Wal yawm al-wakat li ghairina Faqultuluh Wa man huwa alladhi lahul waktu Fakal al-an uri iya, faida bidai al-ladidaa ulai kal jamaa kwa jaayat una. Fakal fulanun yuri dukum, wasamaladi sama huli ulai kal ladina tu'u koblana. Fakal ma sheikh musri'an, fakum tu maahu mujibina lidai. Famada bina ilaba bibaitin yusrif ala hausin kabirin wasin jidan wafihi khalkun kathir. Wawa mal minhum, hum, wafihi muladina kanu maana wa'hum mustani duna alal jidar waha fu دائرين عليه كالحلقه وفي صدر المجلس رجل هو الذي دعاهم والناس عن يمينه صافين الى شماله وهم متأدبون معه غايه الادب متركين رؤوسهم لا يتكلمون ولا يلتفتون مغدين أبصارهم حياء منه وهو يبدا بالمصافحه وبالقهوه ولا يصافح في مجلس في مجلسه احد غيره وكل من صافحه قبله بوجهه وما شالقه الى قفاه حتى يجلس ثم يبقى مطرقا براسه فلما وقفت مع الشيخ على باب الحوش ونظر اليه أترك براسه ايضا حياء وقال لي هذا اليوم هو صاحب الوقت والوقت اليوم له هو صاحبه ثم ولجنا جميعا من الباب داخلين ثم سرنا معه حتى وقفنا عليه وصافحه الشيخ وقبل يده ثم ما شالقه كره غيره حتى جاء الى اخر المجلس

lakin istahyaitu min asy-syekh haitsu jitu ma'ahu wa jalasa huwa fi akhir al-majlis wa ajrisu ana inda sadri al-majlis fa jitu ila jambi syekh wa jalastu bainahu wa bainan ni'al ila huna intahat hadhihi ruya al-mubarakah wa awwalu ma qasastu hadhihi ar-ru'ya ala sayyidi al-hasan bin sayyidi al-habib abdullah fa qala ala habibik dhaka abih, fa ka'anna hu dhakaraha li abi aw mukashafatan minhu nafa Allahu bi Fadani sayyidi asyiatan ba'da daras ila maudi'i ladi yajlisu fihi ba'da daras ayyam saif وهو شرقي داره بالحاوي مقابل النخل فقال كيف رؤياك التي رايتها فقصصتها عليه بهذه العباره فلما سمعها تكلم في نفسه سرا بكلام ما فهمته وسالته ما سبب مسابهه الشيخ ابي بكر لذلك الرجل فقال لعله حصل لا له منه حال او مدد ومن العجيب الذي يدل على عظيم تصرفه وشده كراهته للشهره أني رأيت أيضا أوان وصولي إلى حضرته، كأني وقفت على هذه إشارة من في الرؤيا أن النحيب عبد الله حداد كان هو له هو صاحب الوقت وهو القطب الغوث في زمانه رأى سيدنا أبي بكر العدني في صورة متقشف وقالوا كيف لكنا نسمع لأنه كان سيدنا أمام العدني قد ماتت نفسه وكان يلبس ثياب الملوك وتفرش لبدابته القطف الروميه ويمشي مظهر عظيم كمظهر سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني فلما راه في ثياب متقشفه وحاله متقشفه قال ما هكذا كنا نسمع عنه هكذا انتقل الاولياء الى رحمة الله وللرفيق الأعلى ازدادوا معرفة بالله ازدادوا قربا من الله لهذا ازدادت قلوبهم خشية لله ازدادوا تواضعا لله هكذا كلما كرموا لتك معرفة العبد بربه زاد خلقه الحسن وزاد تواضعه وكلما كان جاهلا بالله وجاهلا بحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم يدخله العجب يدخله الغرور يدخله الكبر يدخله اضمار الغش للغير يدخله على السعي في الايذاء للغير وان قام الليل وصام النهار وحفظ القران وقراه اناء الليل واطراف النهار. ما ينتج ذلك له بثمرة أبدا حتى يرجع بالتخلية والتحلية فحينئذ يرى الثمرة حالية غير مؤجلة كان هذا سيساب فأعلمه أن هذا هو صاحب له الوقت اليوم فلان قال على ما يراد به الحبيب عبد الله بن علي الحداد وهو من أكثر الناس من الذين مكثوا مدة طويلة في هذا المقام مقام القطبية الذي كان كثيرا منهم ألا يتبرك به أيام لكن هو قعد فيه أعوام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم ولما حكى لما اطلع على هذه الرؤيا لم يجده ذلك إلا تواضعاً وهضماً لنفسه ولم يغتر عندما سمع بهذه الرؤية لهذا كان السلف صالح لا يمدحون أحداً إذا مدح دخله الغرور دخله العجب لأنهم يذبحونه بغير سكين أما من علم من نفسه أنها قد ماتت وأنه لا تغيره الألفاظ ولا تغيره تغير الأحوال فإنهم إن تكلموا فيما تكلموا فقلبه مستكن وساكن إلى الله سبحانه وتعالى لا تغيره الأحوال ولا طوارق الليل والنهار ولا شيء مما يحدث الحدثان لأن قلبه قد اطمأن بالله وصار من القلوب والنفوس المطمئنة الله يجعل قلوبنا مطمئنة بالله ربي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن العجيب الذي يدل على عظيم تصرفه وشدة كراهته للشهرة أني رأيت أيضا أوان وصولي إلى حضرته كأني وقفت على حافة نهر بالماء الماء ودخلته وسبحت, وسبحت فيه فأخبرت بذلك سيدي في طريق السبير wa talabtu minhu ta'wilaha faqal atuhsinu sibaha qultu na'am qal wal ma'adab qultu na'am thumma sakat Walam ya Fa Fa lam wasakat. Fa wa lam ya'wilha faqultu awilu hali falam yarudda jawaban wa sakat wa sakattu falamma ji'na min as-subair fatahtul khizana wa akhadtu kitab hayatil hayawan li andura fihi kalimah wa laysat ya li ala bal fahina fatahtul kitab qabalani fihi qawluhu At-ta'bir maktubun bil ahmar kama hiya adatuhu. Fa ta'amaltu fi ibaratihi fi dhalikal mawdhi wa idha bihi man ra'a annahu dakhala nahran adban wa huwa yuhsinu sibaha fa innahu yukhalitu rajulan minal akabir. Fa ajibtu min dhalikal ittifaq wa baqiyat hadhihi ar-ru'ya tatakarrar li ba'da kulli mutta hatta takarrar li miraran katsira. Fa'ak fa ka'anna sukuta sayyidina radhiyallahu anhu 'an at-ta'wil al-madhkur ka'annahu tal'a qita'an 'ala dhalika at-ta'wil وعلى أن القدرة ستسوقني إلى الوقوف على ذلك التأويل الذي لم يستحسن هو أن يذكره لي لما رأى فيه له من الإطراء مع رغبته في وقوفي عليه للحاجة الداعية إليه فأراد أن أكيف عليه من غيره فاكتفى بوقوفي عليه من ذلك في ذلك الكتاب من غير أن كرهه، وكل هذه والله عجائب آيات وكرامات باهرات ومناكب عليات رضي الله عنه هكذا لم يؤولها لأن الرؤيا فيها مدح وثناء عليه ولهذا لم يؤولها الإمام الحداد أن الرؤيا تدل من رأى من رأى أنه يسبح في نهر عميق وهو يحسن السباحة يدل على ذلك أنه بيجالس رجل من العارفين بالله من اكابر العارفين بالله سبحانه وتعالى هذا لما ساله قال والماء عذب لان السباحه في الماء العذب اصعب من السباحه في الماء المالح لان الماء المالح يرفع الانسان اكثر يكون خفيف بخلاف الماء العذب قال والماء عذب قال نعم فلم يستفسره له لكنه ساقته الصدفة لأن قرأ في كتاب حياة الحيوان ورأى تفسير الرؤية في ذلك الكتاب فقيض الله الأسباب التي فسرت له الرؤية وذلك برعاية من الإمام الحداد ومما يدل أيضا على عظيم تصرفه وشدة كراهته للشهرة لنفسه ولمن يحبه ويتصل به أن الأخ أن الأخ الأكرم عبد الرحمن بن أحمد باكثير الشحري علمني عزيمة مجربة للحمى فاستعملتها لأناس كثير وأفاد وأفادت واشتهر أمرها في حضرموت حتى إن أناسا من ضوء وغيرها يرسلون إلي يطلبون أن أفعلها لهم وسمع سيدي بها فقال كيف العزيمة التي تفعلها للحمى

فاندر هذا التَّسْرِيفَ العظيم والتربية التامة مثلا هذا كان أحد علمه رقية للحمى ما قرأ على أحد إلا وشفاه الله بإذن الله فاشتهر عند الناس من عنده شيء <تصمت> أتى للشيخ هذا الشيخ عبد الكريم الحساوي وقرأ عليه وشفاه الله فصار الناس يتواصفون بهذا خاف عليه <applause> يدخل شيء من الله هي الله نفسه من أولياء الله وأن هذه كرامة من كرامات الأولياء وأنما هو نور من التوفيق يجعله الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده المؤمنين ولو من عوامهم وليس هو من قبيل الولاية التي اليوم كل يدعيها وكل يوصف بها حتى وإن لم يكن وليًا لله، وهذه دعوة يخشى منها العاقبة السيئة، والعياذ بالله، فقال: في أين هذه العزيمة؟ أرني إياه، فأرجع أهله، إياه، بعد ذلك، قال: يقرأ عليهم معاشية خاصية لها، لأنه كان لا يحب الظهور. ما يحب الظهور يا الحجاز هذا قال عندما في بدايه امره امر بالظهور لكنه ابى حتى جاهل الاذن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم وهكذا كان السلف الصالح هكذا ساداتنا على بعلوي في تريم المحروسه تريم الغناء كان يبغضون خصلتان يبغضون خصلتين هما احب الخصال عند سائر الناس وهي وما هو الخصلتان محبه الشهره الظهور والرئاسه والرئاسه ما احب الرئاسه على احد ابدا بل عندما خلت البلاد عن حاكم فترة من الزمن في زمن سيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف كل يقول نريد حاكم ما يصلح البلاد بلا حاكم لا بد لها من حاكم اه ليستقيم الحال وهم كانوا لا يحتاجون لأحاكم لأن كل يخاف الله عوامهم قبل خواصهم لكن لا بد من حاكم كما قرر الشارع فكان اختيارهم لشخص طالع من الوادي يحمل حزمة الحطب على دابته ليبيعها في السوق فقال هذا من هذا بن راشد قال خلاص أنت نريدك تكون حاكم في البلد حتى الحمال للحطب الذي هو أفقر الناس قال لا 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 لا, لا لا أريد ترضون لي أن... أن أكون عتبة في جهنم؟ ها؟ ما قبل أن يكون حاكم، حمّال، ما قبل، قال لا بندخلك في الانتخابات، قال لا لا ماشي انتخابات إلا أنت حاكم على طول هكذا، ما بندخل في الانتخابات لا، قال لا أن ترضون أن أكون عتبة لجهنم؟ ها؟ واكون احكم بحكم يكون سبب في دخول، قال لا، ما رضي ان يقبل الحكم حتى ضمنوا له ان كل حكم يحكم به يكون على ما يرضي الله ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قبل ان يكون حاكما، من هو هذا؟ عامي من العوام، فقير من الفقراء معدوم اليد أما كبراءهم فما أراد يدخل في هذا حتى لا يغر طلبتهم يخافون على طلبتهم مثلا أنا إذا دخلت في أمر أخاف على من بعدي من أولادي وطلبتي ومحبي يقتدون بي بعدين اختلط بالحكام اختلط باللئام طيب ينظروا لما بعد ذلك عندهم نظر عندهم فكر ما بعد ذلك ربما كان هذا اختلط ووقع فيه وكان على استقامه بحسن الظن فيه لكن جاء من بعده خلف اخر اقتدوا به من من ابناء واحفاد او طلبه او, طلب أو مريدين خالفوا عن الصراط المستقيم بسبب من؟ بسبب هذا بهذا رحمه بطلبتهم باحبابهم باولادهم باحفادهم لم يسلكوا بهم الا طريق الاستقامه خوفا عليهم من ان يقعوا في اسباب تكون لهم غرامه في الدنيا وفي الاخره نسال الله العافيه والسلام. انتهى ما اردنا نقله مما يخفيك كلمته للفقيه باجبر التي اسرها اليه والان ان شاء الله بأون الله يحققه والآن إن شاء الله بأون الله نبتدي في المقصود وقد أردت أن أصدر هذا النقل بخطبة لسيدنا نفع الله به ليكون كله مقتبس منه ومأخوذ عنه وكان رضي الله عنه وضع هذه الخطبة وأراد أن يجعلها على حكمه ويجعل الحكم كتابا مفردا ثم أن له أن يجعل الحكام في مع مجموع المكاتبات والوصايا والديوان وجعلها ربيعة الأربعة فكان الأربعة مجموعا وجعل له خطبة تشتمل على الأربعة الأقسام وبقيت هذه الخطبة مفردة ليست على كتاب فاستحسنت أن أصدر بها هذا النكل لتكون فاتحته وهي هذه بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحكم فصلت بعد هكذا كان الإمام الحداد جعل الحكم مع مجموع المكاتبات، مكاتبات له والكتاب مجموع كذا وله كتاب الوصايا جعلها كلها في كتاب واحد لكن فيها الآن في هذا الزمن فصلت الآن فصار له الحكم كتاب مستقل الوصايا كتاب مستقل. المكاتبات كتاب مستقل، والديوان كتاب مستقل، فهو جعل مرة وجعل لها مقدمة واحدة، فبعد كانت هذه المقدمة التي كتبها ليست في كتاب، فاستحسن الجامع لكلام الإمام الحداد أن تكون مصدرة لكلامه المنثور. فلهذا جعل في أول هذا الكتاب المبارك التي جمع في كلام هذا الإمام العارف بالله والدال عليه جعلها مقدمة لكلامه وهذه مناسبة جميلة هذا وكأنه والله أعلم أخرها وتركها لتكون مقدمة لهذا الكلام وذلك من باب الكشف العيان تمام الحمد لله الحنان المنان دائم الإحسان والإمتنان الذي تقدست مواهبه أن التخصيص بمكان أو زمان وعن الحصر في فلان دون فلان جل عن التقييد ذاتا وصفاتا وأفعالا فسبحانه كل يوم هو في شان أحمده حمد من غرق في بره فاعترف بالأجس عن القيام بشكره وعن أن يقدره حق قدره Ba'dal itian bi hasabit taqati wal imkan. Gajri. Wa ayyubdirahu haqqa qadrihi. Wa ayyubdirahu haqqa qadrihi. Ba'dal itian bi hasabit taqati wal imkan. Wa salatuhu wa salamuhu ala khiratih min khalkih. Wal mab'uthu bi khairil adiyan. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli hainin wa awan. Amma ba'du fa'idni bi'unillah. Qad azamtu ba'da anisakhar tu Rabbi ala takyidi kalimat wa amthal wa abiat. Taridu alaiya inda tadakkur wal mudakarah. أرجو الانتفاء بها في الدنيا والآخرة وقد جرت العزم على هذا الأمر مرارا فلم تتم العزمة ولم تنفذ الهمة والسبب في ذلك بعد سابق القدر احتقار النفس والاتكال على الحفظ والدرس ثم إني لما رأيت أني نسيت من ذلك الشيء الكثير ولم يبق منه إلا القليل اليسير ورأيت الحاجة في بعض الأحيان تدعوني إلى ما دخل تحت دائرة النسيان ووقفت على كلام للشيخ ابن عربي حاصله أن الإنسان تريد عليه الأشياء في نهاية الطلب ينبغي له أن يعتني بحفظها لأنه سوف يحتاج إليها فيما بعد وما وردت إلا لذلك فعند ذلك صممت على تقييد ما يخطر في البال وإليه أضيف إن شاء الله تعالى ما يكون في الاستقبال مستثنيا بمشيئة الله تعالى النافذة ومفوضا إليه ومتوكلا عليه وراغبا في ملده ومؤتسما به ومن يعتسم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Suma ini alamu akhon waqafa alamahuna ma huna far'a fihi muqarabatan li kalami ahadin lafdhon aw ma'nan anna dalika waqa'a bi tariqil muwafaqah id laysa khafin anna man athbata kalam ahad wa lam ya'zuhu ilayh annahu sariqun aw ghasib wa kilahuma qabih wa hada awanul ibtida' aslah Allah an niyyah wa saffat tawiyah intahatil khutbah al mubarakah al maimunah wa mar'aitu haqatu fi hadramut walakin yassarallahu wuqufi alaiha fi kitabin ان درجلن جاء بها من الهند فنقلتها منه وقراتها على سيد الحبيب نفع الله به واقرها أَقَرَهَا هذه الخطبه التي كتبها ولم يضعها في كتاب ولم يضعها مقدمه لكتاب حتى شاءت الاقدار ان تقع في يد هذا المريد الامام الحداد الشيخ محمد عبد الكريم الحساوي وجعلها مقدمه في كلام في لكلام الإمام الحداد المنذور نعم ويقول الإمام الحداد في المقدمة هذه كثير ما ترد عليه واردات وخواطر كثير لم يقيدها لأنه لاحتقارا لنفسه وأنه ليس من أهل هذا الفن التصنيف والتأليف لكن قال لما رأيت من ذلك قد دخل الكثير منه في طي النسيان فلهذا عزم على أن يبقى أن أن يجيد ما بقي من اليسير من ذلك فجيد ذلك لما سمع في كلام ابن عربي قد ترد على الـ الـ العالم شيء في نهايته من الخواطر الرحمانية في نهاية الطلب فينبغي له أن يعتني بحفظها وبكتابتها ألا ليه؟ لأن سوف يحتاج إليها فيما بعد إذا محتاج إليه الآن تحتاج إليها فيما بعد لما رأى ذلك في كلامه رضي الله عنه عزم وجدد العزم على جمع هذه المسائل ألا سواء في كتاب الحكم التي هو يعني كتاب قيم وفيه يعني من الكلمات القصيرة ذوات المعاني الكبيرة كثير من هذه له من هذه الواردات التي وردت على الإمام حسن فانتفع بها كما قال الحبيب أحمد بن حسن العطاس عندما قري عليه كلامه انتفعت بكلامي هو كتب من كلامه لأن قبل ما ترد على العار بالله واردات فتكتب عنه فتقرأ عليه فيقول كأني أول مرة أسمعها لأنه نطق بلسان الحق كنت سمعه الذي يسمع به ولسانه الذي ينطق بها هذا فينطق بالحق لأن العبد إذا لازم التقوى ولم يأكل الحرام جعل الله على لسانه الحكمة جعل الله على لسانه الحكمة هذا الإمام الحداد كذلك فجزاه الله خير عندما جمع وجزا الله خير هذا الإمام الذي جمع كلام لنا كلام إمام الحداد الذي فيه تثبيت للفوائد <applause> الحمد لله والآن أشرأ إن شاء الله في المقصود مستعينا بالله سبحانه وتعالى إعلام أن كلام سيدنا عبد الله نفع الله به مستمد من علمه وعلمه مستمد من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو وصف الكتب وقد وصفه في بعض قصائده بقوله يمتد من بحر الألوم محيطها خير الأنام بآجل وبآجلي وأعلم أيضا أن كلام مجالس سيدنا عبد الله نفع الله به على حسب ما يجريه الله تعالى على قلبه وينطق وينطق به لسانه لا على حسب ما تدين ينسحب فيها الكلام ويطول ويرتبط بعضه ببعض كما هو في أبواب العلوم المعروفة كالفقه وغيره ولهذا يكون كل, كل كلام من منه على حدة لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده غالبا ورأيت فيه من الخاصية أنه لا يمل لا يمل قارئه ولا سامئه walau takarrara alaihi miraran kathira wa dhalika min siri nafsihi syarif falidhalika hasuna minna an nusammiyahu kitab tathbitil fu'ad didikri kalami majalisi sayyidin al-kutub al-sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'allahu bih fakat istadhantuhu fi nakli miraran faadhin alifi kulli marah wa kultu lahu marah inna nasma'u kalamakum wa nahris alaihi wa naktubuh wala nadri hal fahimnahu alal wajil adhi amla ولكننا نتحرى لفظكم إن أمكن وإلا كتبناه بالمعنى على ما فهمناه وربما حصل زيادة أو نقصان فقال اكتبه وعادك تعرفه حتى إني رأيته رضي الله عنه في المنام ليلة وهي ليلة الجمعة في أربعة عشر ربيع الأول سنة ألف هجري وهو في مكان وهو في جمع يتكلم عليهم وذلك بمسجده بالسبير فبينما هو يتكلم عليهم إذا التفت إلي وقال فلان مهيم مهيم القلب والقلب المهيم لا يتاهل للواردات الالهيه ولا يحصل الهيام الا لقلب فارغ فاخبرته بذلك يقظتان وقلت ااكتبه في جمله ما اكتب مما اسمعه أَحْفَظُهُ من كلامكم فقال اكتبه ثم انه رضي الله عنه شرحه فقال الهيام والغرام من اسماء المحبه والهيام هي الواردات الالهيه بنفسها فلا يتأهل اي لا يحتمل القلب المهيا من الواردات الالهيه اكثر مما هو فيه ولا ترد الا على القلب الفارغ انتهى ما شرحه. رضي الله, رضي الله عنه رضي الله عنه كذلك رايت ايضا كأني في حلقه فيها خلق كثير. Wasajiduna fi wasatihim ya takallum alaihim idaltafata ilayya wa jalla yumli alayya kalaman kathiran ihfad ya sejidi, ma yumkinuni hifduhu likasratih. fakal had dawa maqalam bakhir tas fataitu bi dalik fakal bismillahi al al kuluba al dama kathab فأخبرته بهذه الرؤيا بعد ستة أشهر في طريق الزبير، فقال اكتبها، فقلت له الكلام الذي ننقله عنكم بلفظه نحس له أثرا ونرى له رونقا أكثر مما ننقله بالمعنى. فقال رضي الله عنه: ولو قد غبت ظهر له حال غير الحال الأول لأن المخالطة والاجتماع مانع وحجاب عظيم. يعني يعني لو تركته زمن ما طالعته ثم رجعت طالعه فهمت منه فهما اخر هكذا كلام العارفين بالله هذا يتجدد معنا كلما طالعته فهمت معنا هذا ما قرا هذا كلام هذا الامام مهموم الا وزال همه ولا مغموم الا وذهب غمه ولا مكروب إلا وكشف الله كربه لأنه كلام وارد إلهي أجراه على لسان عبد من عبيده محبوب لديه هذا كان كلام يتجدد كما هو مشاهد على كل من قرأ فمن اعترته الهموم وقرأ في كلام هؤلاء العارفين ذهب ما به من هم وغم وكرم ببركة من نطق بهذا الكلام العبد المحبوب عند سيد رب الأنام سبحانه وتعالى نعم. وتكلم رضي الله عنه يوما على الناس كثيرا ثم قال في آخر كلامه ذلك إذا تكلمنا في مجلس فلا يظن أحد أنا قصدناه بالقلم خصوصا بل هو عام لكل من سمعه ثم تمثل بهذا البيت وإذا فتى طرح الكلام بمجلس في مجمع أخذ الكلام أخذ الكلام اللذعنة. في مجمع أخذ الكلام اللذعنا ألا الذيعنا بياخذه ألا إحنا قلنا مثال نحن نتكلم هنا. من ياخذ هذا الكلام كل واحد يعرف إنه هذا وكان السابقون هل العقل كل من سمع كلام نزله على نفسه كل سمع وضعه موعظه نصيحه نزل هذه الموعظه على نفسه النصيحه لنفسه وليس كما في هذا الزمان اذا تكلم وتكلم ونصح الناصح كل يتفرج للثاني وكانه هو البريء وغيره المتهم هذا <applause> للجهل ولعدم التربيه لعدم التربيه وان كانوا طيبين واخيار لكن ما في تربيه عندهم مساكين لانه بنظره ذلك يعتقد الكمال في نفسه وهو يزكي نفسه من حيث لا يدري والنقص في غيره وتلك تهمه للغير وافتراء بغير علم ولا يقين بل اتباع الظن فهو يمشي في النقص ويمشي في الوسخ حتى في خواطره شوارع فقط حتى في خواطره يمشي في الو... في النجاسات والوساخات فين بيترقى هذا فين بيزيد حتى لو قام الليل وصام النهار وحفظ القران وتلا آن الليل واطراف النهار ما بيزيد شيء ابدا مثل قال ذره ما بيزيد شيء فيه حتى يرجع عن هذا الامور الوساخات والنجاسات التي تعتري الانسان. واذا فتاة طرح الكلام بمجلس طرحت كلام الا هو المتكلم دائما العاقل كلما تكلم بكلام نفسه عن نفسه. انا اقصد نفسي بالنصيحه هذه اول. فمن الحمق انا اقصد غيري وانا اولى بذلك الكلام. أرى واذا فتح طرح الكلام في مجلس جاء بكلام في مجمع في محفل كبير. من بياخذ الكلام؟ قال اخذ الكلام الذي عنا الذي عناه. من يعني هذا الكلام؟ تكلمنا عن الوسوسه. كل واحد بيعرف نفسه. اللي عنده وسوسه بياخذ الكلام هذا وبيشوف انه معني بهذا الكلام واحد نتكلم على الكبر كل واحد ادرى بنفسه الكبر خلوق في الباطن ها ما عنانا حد نحن في فلان ولا فلان لكن من بيتنبه هذا الكلام الذي عنده تلك الصفه بيتنبه اللذعنه اخذ الكلام اللذعنه كما يخصصون هكذا على ما يتكلمون هكذا في المجامع بصراحة الكلام كذا ويقولون فلان كذا بالغيبة كما هو اليوم ألا يتكلمون بالغيبة ويتكلمون في في المجالس وفي الحوليات وفي لا يعني شخص معين لا يبينون الحق ويبينون الصواب ويبينون طريقة أهل الحق بعد ذلك ويحذرون من طريق الشر وأهله من سمع الكلام خلاص هو أعرف إن أراد اليوم لكن لا يقوم في المجمع الكبير يشهر بالتلويح أو بالتصريح لا ما هي طريقة السلف العالم ما هي طريقة السلف هذه هذا هذه طريقة أهل النفوس هذا أهم أهم أهل القلوب السليمة لا ليست هذه من تربية السلف يحكون ويبينون الحق ويبينون الصواب ويحذرون من الخطأ لكن لا يصرحون بالمخطئ بعدين هو من يسمع الكلام يأخذه الذي يعنيه خلاص ما هذا ايش مقصودك انت مقصودك نصيحة ولا فضيحة فالنصيحة أمام الملأ فضيحة بل ربما زاد ذلك عنادًا ولم يستمع لنصيحتك فتكون أنت السبب فأنت أردت أن تصلح فإذا أنت تخرم وهذا للحمق وإن بلغت في العلم الدرجة العليا لكن علم مع, مع عدم سياسة فهذا أمره يؤول إلى الخساسة ما يؤول إلى الطهارة بل هو يقول بصاحبين الخساسة، فلا بد من علم مع سياسة مع حكمة مع إقتداء بالسلف الصالح في طريقتهم هنا يحصل النفع، ويحصل التأثير، ويحصل التبشير من غير أذية لأحد، فيطرح الكلام من كان شيء منه عندي في ذلك أنا بأخذه إذا كان هذا بياخذ هذا بياخذ لهذا قال: وإذا فتى طرح الكلام بمجلس طرح الكلام رماه لكن ما صرح بحد، طرح الكلام فقط في مجمعٍ أخذ الكلام وقرأ في قلبه اللذعن هذا الذي عنده شيء كل يدري كل منا أدرى بغدر بيته ومن على رأسه حجر ولا شيء هو بيحسس عليها آه أنا عندي أنا هذا أنا عندي في راسي هذا يقول من يقول المثل عندنا من على رأس البطحة حسس عليها فهو أدرى بنفسه نعم فكل أدرى بما في بيته آه. من خير أو شر تم ثم قال وإذا تكلمنا في مجلسين فإن عرفه الحاضرون وأخذوا به كان حجة لهم وإلا فله من يسمعه غيرهم لا يرونهم وكلامنا بأمر إلهي. وقد أخبرني السيد محمد بن شيخ الجفري أنه رأى يوما حية في جنب سيدنا في مدرس العصر فأراد بعض الحاضرين أن يأتي بعصا يضربها فصاح سيدنا بالرجل لا تقتل الحية واتركها، فبكيت إلى أن فرغوا من الدرس وقرأ سيدنا الفاتحة ودعا فلما ختمت أ تسبسبت وذهبت وتكلم رضي الله عنه يوما على رجل وهو يسمع ثم قال له إنما هذا تأديب لك من الله سبحانه أجراه على لساننا وقال رضي الله عنه إن كل كلامنا الذين تكلموا به معكم إنما نحثكم به على الوسط لا غير هي طريقة السلف الصالح الوسط لأن كلا قصد طرفي الأمور ذميم لا تغلو واقتصد فكلا قصد طرفي الأمور ذميم لا تغلو يم ولا تدعو في كل الأمور السلف الصالح يدعون للوسطية في الوسط كما في الحديث فإنه يأتي إليها التالي ويرجع إليها الغالي، وهي طريقة ساداتنا على بعلو الذي تلقوها بالتسلسل، هي الوسط في الأمور كلها، لهذا ما وجد انتقاد على طريقتهم أبدا من الزمان الأول إلى زماننا هذا، لمن سلك طريقتهم. أهما. اما انتقاد على من ترسم بطريقتهم ولم يتحقق بها فهذا ينتقد لكن من تحقق بطريقتهم فلا ينتقد كثير من الطرق وجد عليها انتقادات لكن طريقتهم ما وجد عليها انتقاد ابدا فطريقتهم في هذا الزمان هي سبيل النجاه وهي سفينه النجاه لمن اراد النجاه في هذه الدار وتسلم له دار القرار فاتباعهم ومحبتهم يوصله إلى بر الأمان إلى بر الأمان لمن أراد الأمان في الدنيا والآخرة نعم لمن أراد الأمان في الدنيا والآخرة فعليه باتباعهم والمشي على طريقتهم نعم فطريقتهم حسن الطرق ومشربهم أقرب المشارب فما عليك إلا قوة الرابطة والاعتقاد ما طلبوا أكثر من ذلك. قوة الرابطة وقوة الاعتقاد مع حسن الظن والمحبة الصادقة ما طلبوا أكثر من ذلك. لكن من أخل بذلك ما حصل شيء وإن قرأ وإن كتب وإن تعلم وإن وإن ها هذا يعني فكل كلامهم لو سمعته تجده كانه لسان واحده تتكلم وكانه وارد واحد لانهم كلهم يحدون على طريقه واحده ويرشدون الى منهج واحد ولا يدعون الناس ليكونوا خداما لهم لا ولا يدعون الناس ليكونوا اتباعا لهم له انما يصلحون الناس لرب الناس فاذا اصلحنا الناس ليكونوا صالحين لخدمتنا فاتنا خير الدنيا والاخره ولم يصلحوا لكن اصلحهم ليصلحوا لخدمه الله فاذا صلحوا لخدمه الله صلحوا بعد ذلك لخدمه عباد الله فكل من لم يصلح لله لم يصلح لعباد الله فلهذا كانت تربية ربطهم بالله وأصلحوهم لله سبحانه وتعالى فحينئذ صلحوا لكل شيء صلحوا لكل شيء فيعلمون لله ويربون لله لا يطلبون بتعليم هذا أن يكون هذا يعيد عليهم من النفع أو الولاء أو الخدمة أو شيء لا ليس هذا من طريقة السلف الصالح إنما يعلمون الله إن جرى من ذلك خير خير وإلا فخير عملوه ورموه في البحر ولا يجري منهم من على بال ولا يذكرونه أبدا فذكر المعروف من النقص أن تعمل معروف وتذكره هذا من النقص بل أن تعمل المعروف وتنساه بل لا تعتقد أنك عملت معروف حتى يكون لك العمل كامل ومخلص لله سبحانه وتعالى والله يجعل أعمالنا كلها لله وأقوالنا لله وحركاتنا لله وسكناتنا لله ويجعلنا كلنا موفقين لطاعة الله والاتباع حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات على ما يحبه الله ويرضي حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عافية وسلامة مع كمال تقوى واستقامة بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد فاتح وإياك لين آمين الحمد لله رب العالمين وسلم على سيدنا يا أولى أولين ويا أهل أخرى آخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحمة ويا ارحمنا والمحبين ومن حاصل شبكة قلوبنا جميعا برحمتك يا رحمة الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين